علاقة أخوية راسخة تربط بين شعبي البلدين. هذه العلاقة ممتدة في التاريخ ونعتز بها كثيرا، ونسعد بأن نطلق أنا وأنت هذه المشاورات لتكون المسار لاستعادة تطبيع العلاقات فيما بين البلدين في كافة المناحي، وبدء مرحلة جديدة يكون لها وقعها وأثرها الإيجابي على شعب البلدين، وتؤدي إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في منطقتنا. تأكيد أن العلاقات الاقتصادية لها مكانة مهمة، ورغم الفتور اللي أشار إليه معالي الوزير في العلاقات، فقد حرصت مصر دوما بألا يتم التأثير على نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بل بالعكس أنه خلال السنوات الماضية نمت هذه العلاقة، حتى وصل التبادل التجاري فيما بيننا إلى حوالي 9 مليار دولار، وهذا مقدار مهم للبلدين.